السلام عليكم ومرحبا بكم، معكم خليفة من الجزائر. فيديو تاع اليوم باش نتكلموا على الشعار الجزائري اللي هو 1 2 3 فيفا لالجيري. علاش الجزائريين دائما يحتفلوا بهذا الشعار وعلاش يقولوه؟ ما هو المعنى الحقيقي تاع هذا الشعار؟ وللاسف كاين بعض الجزائريين انفسهم جزائريين وما يعرفوش المعنى الحقيقي تاع هذا الشعار. اليوم باش نكتشفوه ونعرفوه، شوف معايا الفيديو وفكر فيها، وش يعني هذا الشعار؟ هذا الشعار اللي سمعته معايا واللي دائما نسمعه الجزائريين يحتفلوا به 1 2 3 فيفا لالجيري. هذا الشعار في الاصل لم يكن بهذه الطريقه، بل كان وي وانت تو بي فري فيفا لالجيري، يعني نريد ان نكون احرار وتحيا الجزائر. هذا الشعار كان يقولوه الجزائريين في وقت الاستعمار الفرنسي، عندما كانوا الجزائريين يخرجوا ويديروا مظاهرات ضد الاحتلال الفرنسي للتنديد بالحرية. والجزائريين علاش اختاروا انه يقولوا الشعار باللغة الانجليزية ومختلط معها كلمة فيفا اللي هي اسبانية، والجيري اللي هي بالفرنسية، باش يكون شعار عالمي ويوصل صوت الجزائر وشعب الجزائر الى العالمية. وهذا الشعار اليوم على ما اظن صار شعار عالمي وكل العالم يعرف هذا الشعار، ولكن الشعار تحول فيما بعد وصار 1 2 3 فيفا لالجيري. هذا الشعار علاش تحول وقتاش تحول بالضبط؟ في مباراة لعبها المنتخب الجزائري ضد المنتخب الفرنسي في عام 1975، المباراة هذه فاز بها المنتخب الجزائري على المنتخب الفرنسي، وكانت مباراة جد مشحونة من الناحية الإنسانية السياسية، أمور توترت كبيرة في تلك المباراة. وهذه المباراة كان المنتخب الجزائري متفوق تفوق كبير على المنتخب الفرنسي، رغم نجومه الكبار اللي كانوا في ذلك الوقت اللي فاز بها المنتخب الجزائري 3-2 على المنتخب الفرنسي. وفي هذه المباراة بالضبط خرج الشعار وصاروا الناس يهتفوا 1 2 3 فيفا لالجيري. من قبل وش كان؟ want to be free viva Algérie، ومن بعد تحول او نقدر نقول نسموه تلخص صار 1 2 3 viva l'Algérie. وهذيك المعنى تاع 1 2 3 اللي هي تعني want to be free صارت 1 2 3. وعلاش كيما قلنا اخترنا كي تركز فيها 1 2 3 اللي هي انجليزيه، فيفا اسبانيه، لالجيري بالفرنسية. هذا الشعار اختاروه الجزائريين بهذه الطريقة، شعار عميق وشعار سياسي أكثر منه رياضي، باش يندد بأن الجزائريين أحرار وشعب حر. وهذه هي حقيقة هذا الشعار، وتحية لكم كبيرة، وكان معكم خليفة علال من الجزائر، كل الحب والاحترام، وتحية الجزائر وشعب الجزائر.